عندنا تحديين مش تحدي واحد. التحدي الأولاني أكتر موقف صعب واجهته في حياتك وقدرت تتغلب عليه، أكتر مطب كسرته. التحدي التاني، مين الشخص اللي بتعتبره شاحن طاقتك، اللي بيقدر ان هو من خلاله بتقدر تستمد قوتك، بتقدر انك انت يعني تواجه اي مشكلة تقابلك بمساعدته بمعاونته، عايز تقوله انا مبسوط ان انت موجود في الدنيا، مبسوط ان انت موجود في الحياة.